سلام، مساء الخير عليكم. عزو الفلاون، بونجور بونسوار لكل الجزائريين عبر العالم أينما كنتم، أينما كان الوقت اللي راهو عندكم في كل البلدان العالمية. سلام لكل أحرار الجزائر، سلام للمواطنين المحبين واللي راهم يدافعوا على مستقبل الوطن حقيقة وبكل روح وطنية وبمبادئ أول نوفمبر 1954. أول حاجة اللي راح نهضر عليها اليوم سي كيك شوز، يعني حاجة كيتي شوكونت، حاجة ما كناش نستناو فيها. الكلام اللي قاله السيد البارح الشخص، بس مانيش قادرة نقوله، ما نقدرش نسميه وزير، هذا الشخص لا تسمية تليق به، هذه أكيد. هذاك الكلام الفاحش اللي قلته، الكلام الموسخ اللي قلته على الشعب الجزائري، هذا ما هوش كلام سياسي. تكلمت باسم النظام والحكومة اللي راك خدام فيهم، الحكومة والنظام اللي سماوك وعطوك هذاك البوست وعلى بالهم بك وش تكون، الحكومة اللي الشعب خرج ضدها من 22 فيفري 2019. أنت زدت برهنت للعالم بأكمله أن هذه الحكومة اللي راك انت خدام وعميل معاهم كذلك ما عندها حتى أخلاق سياسية. كلامك هذا ما هوش داخل في الأخلاق السياسية ولا في العلوم السياسية. أيا كان عدوك، رجل سياسي ما يتكلمش بهذه الطريقة. أيا كان الحزب المعارض لك، رجل سياسي حقا لا يتكلم بهذا الكلام الفاحش الموسخ والخامج. يا أستاذ ويا شخص ولا يا إنسان، ما على بالناش كيفاش نسميوك، راك كملت عليها. عندنا يعني ميساج اليوم، درت جيفي باللي درت دي زيكسكوز ولا ما عباليش واش هي، يعني راك تفهم وراك حبيت توضح باللي الكلام نتاعك نقرا واش كتبت، وإنما كان موجها حصرا لقلة من أشباه الجزائريين من العملاء والخونة وأصحاب الممارسات المشينة. يعني هنا في التصريح تاعك اليوم اللي حبيت توضح أشياء، راك تزيد وراك تنسيستي على الكلام اللي قلته. هذه هي درك المشكل، ما هوش مع شكون كنت تتكلم، المشكل هو في هذاك الكلام. ونعاودها لك، هذه ليست أخلاق سياسية. احنا ما ناش فاهمين كيفاش الرئاسة خلوك في البوست تاعك، ما فهمناش، يعني معناها باللي حتى هما راهم قابلين بهذا الكلام. يعني هذه ممارسات نعرفوها من الوقت بوتفليقة، كي كانوا عنده الوزراء نتاعو الأولين، وكل الوزراء كانوا يهضروا بهذه الطريقة مع الشعب الجزائري، حقروا الشعب بالهضرة تاعهم، تمسخروا بالشعب وضحكوا عليه. وانت زدت كملتها البارح وبرهنت. كيفاش يا حكام الوطن يلي عندكم السلطة، كيفاش تحبوا الشعب أحرار الوطن يمشيوا لانتخابات تحت ظل حكومة عندها هذا الكلام وهذا الكلمات اللي ما تتماشاش مع السياسيين حقيقيين، اللي ما تتماشاش مع وضعية أحسن للوطن، اللي ما تتماشاش مع مستقبل نزيه للوطن. لازم تكونوا على بالكم باللي هذا النظام بالكلام تاع البارح، ديجا بالكلام نتاعو منذ 20 سنة خلى العالم يضحك علينا، وبالكلام تاع البارح ماشي غير ضحك العالم، بصح ضحكوا عليهم. باسكو احرار الوطن، كي نقول احرار الوطن معناها من احرار الوطن؟ مش نتوما اللي حبيتوا تسرقوا هاد لو تيتغ، مش نتوما اللي حبيتوا تسرقوا الحراك وتقولوا احنا حراكيين وخرجنا وتصورتوا، لا. احرار الوطن هم المناضلين الوطنيين اللي راهم يخرجوا منذ 22 فبراير ليومنا هذا، نقولها ليومنا هذا صباحا وليلا، عبر الوطن كل التراب الوطني وعبر العالم، لأنهم جزائريون اللي رام خارجين البرة، اللي رام عايشين البرة، اسمحوا لي، هادوك زادة مواطنين جزائريين، ما تقدروش تنكروهم انتوما يا نظام بوتفليقة. هذوك عندهم أماليهم رام في الجزائر، اللي عنده باباه واللي عنده مو واللي عنده خوه، كل واحد وش عنده في هاد البلاد. هادوك رام يفوتيو في الانتخابات تاع الجزائر كي تلحق، دونك مواطنين. دونك حبينا نفهمو
هاد الاحرار اللي حبيتوا انتم تقولوا انتم احرار، الاحرار راهم يقولوا لا للانتخابات مع العصابات. من هي العصابه؟ العصابه هي هذا النظام اللي زاد سبنا البارح بهذا الكلام اللي ما يتقالش. العصابه هي النظام اللي ما عندوش اخلاق سياسيه وبرهن عليها البارح واليوم، باسكو خليتوه ما نحيتوهش، دونك راكم تتمشاو مع كلامه. شكون هاد العصابه؟ العصابه هي نظام الرئيس الفاشل والساقط والراحل عبد العزيز بوتفليقه. شكون هاد العصابه؟ هي الحكومه اللي خلاها بوتفليقه واللي راكم حابيننا نروحوا الانتخابات معاها، ما درنا والو. يعني انتوما في ظنكم انه الشعب يقدر يقبل؟ ما يقدرش يقبل. انتوما في ظنكم كي خبيتوا الاعلام وراكم ديروا الاعلام نتاعكم هذوما اللي ما قدرتش حتى نقول باللي اعلام، ما قدرتش نقول جورناليست، ما همش دي جورناليست هذوما، هذوما ما همش اعلاميين وما همش صحفيين حقيقه للاسف. هذا الاعلام اللي راهو يدير لنا الشعب والحراك يخرج كل يوم وكل جمعه لانهم مع الانتخابات، هذه ماهيش صحافه، هذه تتسمى مهزله والسيرك درتوه. تتمسخروا بروحكم، ماكمش تتمسخروا بالشعب الجزائري، تتمسخروا بروحكم، ماكمش تتمسخروا بالرأي العالمي والدولي. دونك ما نقدروش نمشيو للانتخابات معكم. النقطة الثانية اللي راكم تقولوا الفوت واجب وطني، كيفاش الفوت واجب وطني؟ اسكو على بالكم باللي البلاد صحراي في الدونجي؟ الشعب كي راهو يعيط ويقول علي البلاد راهي في الدونجي، ماهيش هضرة هكاك، ماهيش هضرة في الفراخ. البلاد راهي في الدونجي حقيقة. لو كان يكون هذا الفوت تاع 12 ديسمبر ويتحط رئيس من هذوما الخمسة، راح يكون الوطن في خطر أكبر وأكبر وأكبر من الحالة الحالية. لماذا؟ لأنها ستكون هناك جمهورية برئيس. هذيك الجمهورية بالرئيس وش راح تدير؟ راح تجيب مصداقية عالمية وتجيب الأيادي الخارجية حقيقة. وين راح تديو البلاد بهذا الرئيس؟ هذوما اللي خلاهمنا بوتفليقة، اللي خدموه واللي كانوا معاه ويقولوا لنا احنا رانا اليوم ماناش معاه. سي با فغي، كانوا خدموا في وقته ودونا الهلاك في كل الميادين مش غير الاقتصاد. يا ناس اللي راكم حابين تفوتيو، يا الشعب، باسكو نتوما راكم من الشعب الجزائري، اللي راكم تقولوا نروحوا نفوتيو وتمشوا بنيتكم، باسكو مانيش نهضر مع الذباب اللي راهو يتمسخر بكم. نتوما راكم حاسبين باللي الفوت هو المخرج للجزائر، افهموا حاجه، الفوت مع هذا النظام ماهوش مخرج للجزائر. الفوت مع هذا النظام ما يكذبوا عليكم راح يديونا الهلاك. الفوت بهذا النظام راح يكملوا طريقه تاع بوتفليقه. بوتفليقه حلف هو وعائلته، بوتفليقه حلف هو وعملائه انه راح يسيل الدم في الجزائر، انه راح يحرقها ويهلكها لو كان ما يقعدش فيها. حاوزناه من الرئاسه، راح يستعملكم. افهموا باللي النظام، باللي الخريطة تاع بوتفليقة راحين يمشيوها مع الرئيس الجاي وفي جمهورية، هذا أخطر وأخطر. الشعب وأحرار الجزائر وش رانا طالبين؟ احنا نضنا من أجل وطن، ما عندنا حتى حاجة رابحينها، ما راحين نخلصوا عليها، ما راحين يعطيونا دار، ما راحين يعطيونا طوموبيل. خرجنا من أجل الوطن ومستقبل الوطن، باسكو هذه بلادنا. احنا واش رانا طالبين؟ رانا طالبين مرحلة ولو تكون فيها 3 شهور سيدي ولا 4 شهور، مرحلة تتنحى منها هذه الحكومة، نجيبوا أشخاص توافقية لقبلها الشعب، أشخاص نقية، أشخاص نزيهة، أشخاص عاقلة للساج يديونا الانتخابات، وتشوفوا باللي هذيك في المرحله راح يخرجوا مترشحين مش خير 5، يخرجوا لكم 100 مترشح وتحيروا وتشوفوا باللي عندنا مترشحين حقيقه ولتما تفوتيو صح. المرحله الانتقاليه ما تديش البلاد الهلاك، بالعكس. راكم تقولوا راكم تحبوا الرئيس اليمين زروال، ربي يذكره بالخير، يعني على كل حال تحبوه، بس تقولوا باللي خرج البلاد من الغرقة في هذاك الوقت في السنتين. لازم تفهموا اللي راكم تحبوا تفوتيو حاليا باللي اليمين زروال دار مرحلة انتقالية اللي خرج فيها الجزائر من العشرية السوداء. اليمين زروال دار مرحلة انتقالية، دار ان سي ان تي
ان كوميتي ناسيونال دو ترانزيسيون باش نعاودو نطلعو شويه ليكونومي نتاعنا والعلاقات السياسيه الدوليه باش ينحي الارهاب والدم اللي كنا فيه. هذيك كانت انتقاليه. الرئيس بودياف الله يرحمه اللي قتلوه، الرئيس بودياف اللي كان امل للجزائر، كان رئيس في مرحله انتقاليه، ما كانش رئيس جمهوريه. باش ما يكذبوش عليكم وهذا النظام تاع بوتفليقه يفهمكم بلي الانتقاليه اي تان دونجي. هذوك المراحل الانتقاليه اللي داروها في التسعينات سيتي باش يخرجوا البلاد من الغرقه. كي جابوا ضياف الله يرحمه وقبل باش يعاون الوطن، زروال كي حكمها دار انتقاليه. فهذيك الانتقاليه اللي دار برلمان ودار سنا، هذه لازم تفهموها اللي راكم حابين تفوتيو بنيتكم وحاسبين باللي الفوت يسلك البلاد. قداش من عام وحنا رانا بلاش رئيس؟ خمولها وحدكم، ما تسمعوش يا سيدي للسياسيين، ما تسمعوش للاحزاب، هايا راحت الثقه على بالنا. اسمعوا للاحرار اللي يفهموكم ويقولوا لكم، قولوا لي قداش قعدنا بلاش رئيس في الجزائر؟ من وقتاش بوتفليقه مرض؟ من وقتاش بوتفليقه دار افيسي وقعد في الفراش وما يهضر ما يمشي ما والو ما يكتب؟ من 2012 والجزائر بلاش رئيس وتمشي، واليوم حبيتوا تمنوهم، حبوا يدخلوا لكم في راسكم باللي نقعدوا بلاش رئيس 9 شهور البلاد رايحه للهاويه. ما تمنوهمش، خموا بعقلكم. ما تقدروش تمنوا باللي الملايين نتاع الجزائريين اللي راهم يخرجوا اليوم دونجي للوطن ما كانش منها. رانا نقولوا علي، رانا نقولوا حسيبه، رانا نقولوا عميروش وحنا ولاد عميروش ومرشاريير منديروش، رانا ولاد واحفاد شهداء. تفكروا الشهداء، شوفوا حكايتهم، شوفوا تاريخ الجزائر، اقراوا بيان اول نوفمبر باش ما يغلطوكمش هادو اللي راهم يقولوا نوفمبريين باديسيين، اقراوه من فضلكم. اللي ما يعرفش يقرا يروح الامام تاع الجامع يقول له اقراه لي وفهمني واش مكتوب في بيان اول نوفمبر. ما عنده حتى دخل مع اللغه. الكذابين تفسدوا في التاريخ نتاعنا، وسختوه بوتفليقه هذا اللي وسخ تاريخ الجزائر للخدامين نتاعو. روحوا الامام يقرا ويفهمكم واش مكتوب حقا في بيان اول نوفمبر من فضلكم. الفيديو هذه ديوها للدشرات يشوفوها اللي راهم حاسبين باللي الفوت مريح للجزائر. ما تتبعوش الذباب، ما تتبعوش هاد العملاء. كاين حاجه واحده اخرى زاده لازم نقولها لكم، لازم نقولها لكم ونقولها يعني حتى اصحاب المترشحين ولا المترشحين يعني بالذات اللي راكم تقولوا الفوت واجب وطني. هل تعلم يا اخي المترشح انك اليوم امام مسؤوليه تاريخيه؟ راك مسؤول مش غير على الحزب نتاعك، راك مسؤول على عائلتك، على احفادك، على ولاد ولاد ولادك، على خاوتك، على ولد خوك، مرت خوك والعائله نتاعها. اسمك اللقب نتاعك اليوم راه مسؤوليه تاريخيه. لماذا مسؤوليه تاريخيه؟ اليوم الشعب الجزائري في اكبر ثوره سلميه عرفها القرن 21 عبر العالم. اليوم الشعب الجزائري عاود برهن باللي هو شعب شريف كريم ومن اقوى شعوب العالم. اليوم الشعب الجزائري برهن انه جيش قوي بشعبه. دونك انتيا اليوم كي راك تقول انا نرشح روحي باش نخرج البلاد، وعلى بالك باللي راك ماشي صح، على بالك باللي راك ترشح روحك باش تولي رئيس، وعلى بالك كي تولي رئيس البلاد رايحه الهاويه. وعلاه؟ باسك اغلبيه الشعب رافضك، رايحين يسكتوا. ما نسكتوش، حبيت تترأس بالقوه على الشعب، وين راح تدينا يا مترشح؟ وين راح تدي الوطن؟ خمم براسك. ولازم تامن اليوم باللي الشعب خرج لاجل الوطن، ماهوش راح يحبس. ما خرجناش على السعر تاع الزيت ولا السعر تاع السكر ولا الحليب، خرجنا لدزاير. دزاير ما تديهاش للهاويه. كي تروح دزاير للهاويه باسكو انت وليت رئيس، اسمك راح يقعد في التاريخ، اسمك راح يقعد في التاريخ للابد، لانها اكبر انتفاضه في العالم. حطها في بالك، ما تقولش باسكو الاعلام الجزائري ماهوش يهضر علينا العالم ما على بالوش وشعوب العالم ما على بالهاش. راك غلط. شعوب العالم باكملها سامعه بينا، شعوب العالم باكملها تحات للشعب الجزائري. راهي تضحك عليكم وحيره فيكم.
اللي راكم تساندوا الكلام الفاحش تاع البارح. ما سمعت حتى مترشح قال باللي هذا الكلام ليس من الأخلاق السياسية. معناها أنكم ما تعرفوش الأخلاق السياسية يا مترشحين. أهضروا، أعطيونا رأيكم في هذيك الكلمات اللي طلقهم السيد البارح. حتى يعني أنا نشوف روحي لو كان كنت مترشحة، من بيغ انمي العدو الاول تاعي، ما نطلقلوش هاد الهضره كسياسيه. متاسفه هاد الكلام الفاحش تاع النظام، نظام بوتفليقه. وعندنا ما سمعنا في وقتهم من هاد الوزراء، الوزير الاول كل مره يجي واحد يطلق لنا هضره، هم كملوها اليوم. هذا دليل انه نظام بوتفليقه مازال هنا، هذا دليل انه امتداد لعهده رابعه وعهده خامسه من 12 ديسمبر. يعني لو كان عطى ربي تخافوا على اسمكم ولقبكم يا مترشحين، لو كان عطى ربي تجبدوا روحكم من هذه الانتخابات خير، وتقعدوا نظاف شويه يعني وتخبيو داكور، باسكو لا الشعب ماهوش راح يحبس. ما حبيتوش تفهموها، كاين بزاف راهم يشوفوا فينا هكا نهضروا برك. نو، عيينا نقول لكم الشعب الجزائري تاع اليوم راه تبدل، ماهوش الشعب تاع اللي عنده 30 سنه ولا 20 سنه ولا 10 سنوات. الشعب الجزائري تاع اليوم راه في درجه وعي اجتماعيه وسياسيه ووطنيه كبيره فوق اللازم، فوق. واش راكم نتوما تنتظروا؟ راكم غالطين في الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يطالب بانتخابات نزيهه تحت ظل حكم نزيه بعيد عن عملاء بوتفليقة. قداش نعاودوها لكم هذه الهضرة؟ استمعوا لصوت الشعب يلي حاكمين السلطة، يلي حاكمين السلطة. الكلام تاع البارح رواعر، والحكومة تاع اليوم هذا السيد ما حوزتوش خلاته في بلاستو. معناها هذا نفس الكلام اللي رميت مشاو به كامل، الكلام اللي وجهوه للشعب الجزائري البارح هذا موجه كذلك للشعب الجزائري اللي راهو في الجيش، اللي راهو في الشرطه، واللي راهو في الدرك. يا رجال سمعتوا واش قالوا ولا ما سمعتوش واش قال على رجال الجزائر؟ احنا اليوم نساء الجزائر نقول لهم عندنا رجال، سي دي زام افيك ان غران تاش. نتوما هذيك الهضره اللي قلتها البارح يا استاذ، اليوم نساء الجزائر دي فام افيك ان دون غران تاف، واقفين مع رجال الجزائر الاحرار. وما نسمحوا لكمش تهضروا على رجال الجزائر بهذه الطريقه، ما نسمحوا لكمش تهضروا على احفاد الشهداء والمجاهدين بهذه الطريقه. ما يقدروش يكونوا انتخابات في 12 ديسمبر، امبوسيبل نساوها. ما نخليو لكمش الجزائر، احنا رانا خايفين على الجزائر، ماناش خايفين شكون اللي راح يحكمها وما رئيس، خايفين على الجزائر وين رايحين تديوها للهاويه. كاين بزاف راهم يهضروا على ايادي خارجيه، درك نروحوا لهاد الايادي الخارجيه والراي الدولي اللي راكم تهضروا لنا عليه، اللي خرجوا نهار السبت في العاصمه واللي خرجوا اليوم في جيجل. راكم تقولوا لا للايادي الخارجيه، حتى انتم بشكون راكم تتمسخروا كي تقولوا لا للايادي الخارجيه؟ شكون اللي فتح الباب للايادي الخارجيه في ظنكم؟ الشعب اللي فتح الباب للايادي الخارجيه؟ المواطنين الجزائريين اللي راهم عايشين في الخارج هما اللي فتحوا البيبان؟ لا نو نو نو، التعمد تاع نظام بوتفليقه اللي فتح لهم الباب. لا بروف، نهار السبت نعطيكم دليل واحد وخموا بعقلكم زاده. قولوا لي كي خرجوا يقولوا لا للايادي الخارجيه وخرج معاهم سفير تاع لاشين بالك هذاك جزائري وما على بالناش، ما على بالناش راح. كي خرج معاهم سفير تاع بلد خارجي، خرج في الاراضي تاع الجزائر، يمشي فوق الارض نتاعنا الحره اللي سال فيها دم الشهداء، سفير تاع لاشين وين المسلمين اكثر من 1500 مسلم راهم سجناء ويعذبوا فيهم كل يوم. نعم سفير الشين هذاك تاع لاشين، تاع شنو اللي للمسلمين راهم في الحبس، باش تكونوا على بالكم يا الباديسيين النوفمبريين. خرج داس على اراضي الجزائر وقال معاكم لا للايادي الخارجيه في الجزائر، هذاك راهو ايادي خارجيه خرجتوه معاكم. بشكون راكم تلعبوا؟ حطيتوا لنا نساء قدام، هذوك النساء اللي نعدتوهم محشموا على عرضكم اللي راكم تقولوا باديسيين نوفمبريين، هذوك ما يمثلوش المراه الجزائريه
ابدا. وحاشاكم هذوك يمثلوا المرأة الجزائرية، هذوك اللي تخوا فام معروفين بالسمعة نتاعهم، النساء يخافوا يقولوا لهم صباح الخير باش ما يوليوش يشبهوا لهم هذا مكان. هذوك بدون اغنياء، هذوك النساء على التعريف. راكم غلطتوا غلطة، تخرجوا تقولوا لا للأيادي الخارجية وتزيدوا مع الانتخابات. يا اوكين لوجيك، ما كاين الهضره تروح. ماناش مأمنين باللي الرداءة والنداءة والانحطاط يلحقكم لهذه الدرجة. علاش؟ واش راكم رابحين؟ اسكو على بالكم باللي الجزائر كي تروح للهاوية هذا النظام ما على بالوش بها؟ علاش؟ باسكو هما عندهم دي زورو اي دي دولار اي دي مليون دورو اي دو دولار في الخارج. هما عندهم الصردي هذاك باش يكملوا يعيشوا على 200 سنه. بصح نتوما اللي راكم تقولوا للايادي الخارجيه ونعم للانتخابات، واش عندك يا خويا؟ اعطاك اليوم 100 مليون كي تروح تزير للهاويه، 100 مليون يحكموا لك قداش؟ عندك انت لورو لهيك في لي كونط كيما هما؟ سلكت ولادك بعثتهم لفرنسا ولا للامريكان؟ فهمني، خمم بعقلك. هما راهم سلكوها خلاص، هذه لازم تفهموها. زادا ميساج للشعب، حقيقة الشعب اللي راهو بنيتو يقول هادوما اللي راهم يقولوا انتخابات يسلكوا البلاد، ما يغلطوكمش، زيدوا خموا بعقلكم، حوسوا تقراوا. ونزيد نعاودها، اللي ما يعرفوش يقراوا، اللي راهم مرميين في الجبال في الميزيرية على جال هاد النظام اللي خلاكم هكا في هاد الميزيرية. راهو نفس النظام يا خاوتي، حنا رانا البرة على جالكم، حنا واش رانا رابحين؟ حنا رانا دي كادر، رانا بلا سيتوياسيون، رانا خدامين، واش رانا رابحين؟ ماناش رابحين سوارد. خرجنا على جالكم، خرجنا على جال الوطن، على جال ولادكم وولادنا. زيدوا خموا بعقلكم، الانتقالية ماهيش راح تدي البلاد الهاوية، سي با فغي. اقراو وحوسوا تفهموا، ما تسمعوش واش يجيو يوسوسوا لكم في وذنكم، وشوفوا واسمعوا بودنيكم. الهضرة تاع البارح سيد ما تحاولش عليها، وزاد اليوم قالهم لا ما كنتش على الحراك. كي راك مع الحراك وما راكش تسب في الحراك، اسمع لنا يا خويا زادا، انت والنظام نتاعك. قالهم ما كنتش مع الحراك، كنت مع الاقليه. حتى الاقليه، العادات نتاعنا كجزائريين والدين نتاعنا الشريف اللي هو بمبادئ التربيه ما يخليناش نهضروا هذا الكلام الفاحش. حتى في انترنت وفيسبوك كاين كلام فاحش جاينا من هذوما اللي يقولوا باديسيين وفامباريين مع الانتخابات. شكون اللي راه يقول كلام فاحش في الفيسبوك من غير اصحاب الانتخابات؟ ما كانش. الناس متربيين، اللي يحبوا الوطن متربيين. الراي الدولي، حتى انا نعطي رايي بارابور لهذا التدخل الخارجي. البرلمان الاوروبي، جو مادريس او بارلمون اوروبيان، دونك راني راح نعطي كلام دركا للبرلمان الاوروبي باللغتين العربيه والفرنسيه. يا اصحاب يا برلمانيين اوروبيين، جيتوا تهضروا لنا على حريه التعبير، على حقوق الانسان وعلى الديمقراطيه في الجزائر اللي ماهيش من الدول الاوروبيه. اعطوني الديمقراطيه في بلادكم، وين راهي رحقه؟ لاسباني، لا فرانس، لانجلتير، يعني في كل الدول، وين راهي الديمقراطيه تاعكم كي راكم تقمعوا في الشعب؟ انا شفنا فرنسا واش هي دايره، واسبانيا واش هي دايره مع لي كاتالون. ثاني حاجه، حريه التعبير. الاعلام الاوروبي باش يكون في علم الجزائريين ماهوش يهضر على الحراك الجزائري. لماذا؟ باسكو لو غوفرنمون تاعهم، الحكومات تاع كل دوله اوروبيه عطاتهم اوامر باش ما يهضروش على الجزائريين والجزائر. اين هي حريه التعبير في دولكم يا برلمان اوروبا؟ روحوا تلهوا ببلدانكم، ديروا حريه التعبير في بلدانكم. اولا حريه الاعلام في بلدانكم وين راهي؟ الديمقراطيه الحقيقيه السياسيه في بلدانكم وين راهي؟ كي تحلوا المشكل في الدول نتاعكم ومن بعد نشوفوا. تجيو تهضروا على الجزائر وعلى حريه السجناء في الجزائر، حنا رانا 9 شهور البرا على جالهم، مش نتوما اللي تجيو تهضروا على سجناء الجزائر بهذه الطريقه وتعطيونا لي لوا. ما تكتبوش على القوانين الجزائريه، وين راه الدخل تاعكم؟ هذا النظام اللي خلاكم تجيو ودخلكم باش يدورها على الشعب، بصح سنا با فونكسيوني. روحوا شوفوا القوانين نتاعكم اللي حفظتوها في الدول تاعكم. لو كان عينكم صح
مساندة. المساندة بطريقة أخرى يا برلمان، تقولوا باللي الشعب عنده الحق، الشعب راه يدافع على الديمقراطية، وتقولوها يعني بطريقة ديريكت، مش بهذا التمسخير تاعكم الدبلوماسي. دونك لا، لا للتدخل الخارجي، وخصوصيا من طرف البرلمان الأوروبي. دونك مون ميساج بور لو بارلمان اوروبيان، vous êtes là à faire des reproches à l'Algérie, hein, en parlant de nos lois. Vous n'avez pas à écrire nos textes de loi et à les reprendre au sein du Parlement européen. Nous ne sommes pas un pays de l'Union européenne. Nous sommes l'Algérie algérienne de l'Afrique du Nord, messieurs, dames. Première chose. Deuxième chose, vous voulez parler des prisonniers pour avoir une bonne image et pour en même temps salir le Hirak. Parce que le peuple algérien depuis 9 mois se bat pour faire libérer ses prisonniers. Vous voulez faire croire au monde que vous êtes des alliés du peuple algérien en faisant ce genre de communiqué. Or, c'est faux. Vous êtes alliés au système actuel et au système de Bouteflika avec ce que vous avez fait. Nous n'avons pas besoin de vous pour faire libérer nos prisonniers. Nous aurons notre Algérie indépendante avec un gouvernement libre et ils seront libérés par la voie de la loi. Occupez-vous de votre démocratie. Occupez-vous également de la liberté d'expression dans vos pays. Elle est où la liberté d'expression dans vos pays? Pourquoi vous n'en parlez pas? Nous sommes au courant que les médias européens ne parlent pas de l'Algérie parce qu'ils ont reçu l'ordre des gouvernements respectivement chacun de son pays. Elle est où la liberté d'expression? Vous osez parler de l'Algérie qui n'est pas dans l'Union européenne, mais vous omettez de parler de vos pays et de vos gouverneurs qui soutiennent ce système. Vous croyez pouvoir accéder à des projets économiques en Algérie. Vous vous trompez lourdement. Parce que si un de ces bonhommes devient président et que vous gardiez ce système, tenez-vous bien que ce peuple n'arrêtera jamais sa révolte et sa révolution. Et il n'y aura plus ni économie ni investisseurs en Algérie. L'Algérie est perdante et vous êtes perdant également économiquement. Si nous arrivons à avoir des élections propres, par la voix du peuple réellement, on aura une nouvelle république réelle, une république de droit, de liberté également d'expression, une république d'égalité sociale. À partir de là, on pourra avoir des contrats, on pourra développer notre économie, avoir des investisseurs étrangers qui travailleront librement, mais surtout en sécurité, parce que vous ne serez jamais en sécurité avec ce système vu que le peuple le rejette. Le peuple ne vous laissera jamais tranquille, que ce soit en Algérie ou dans vos pays. Il y a combien d'Algériens en France? 4 millions, 5 millions d'Algériens? Et qui ont la double nationalité française, donc ce sont également des citoyens français. Mais ce qui vous dépasse, c'est qu'ils sont avant tout dans leur cœur, leur corps et leurs âmes des Algériens. Comment allez-vous faire? Dites-nous. Donc, à nos pays voisins d'outre-mer, aux pays de l'Europe, qui ont toujours été nos frères également. Restez loin de l'Algérie. Laissez les Algériens régler leurs problèmes et arrêtez de vous en mêler. Arrêtez de soutenir un système qui n'a plus sa place aujourd'hui. Nous sommes en 2019. Le Hirak algérien, exemple à l'échelle mondiale, à tous les peuples du monde, est bien conscient de ce qui se passe et du changement de l'ordre mondial par son biais. Ce que vous faites ne fonctionnera pas, car vos peuples également se sont éveillés. Ce que vous faites ne vous mènera qu'à la destruction massive du monde. Acceptez le changement et laissez tranquille l'Algérie et ses Algériens, car le peuple algérien de par le monde entier ne vous laissera plus jamais tranquille. Si vous détruisez notre pays, et je pense que vous connaissez l'histoire de l'Algérie depuis plus de 300 ans et depuis des siècles. Et vous connaissez le pouvoir et la volonté du peuple algérien. Jamais nous ne vous pardonnerons la destruction de l'Algérie. Jamais nous ne vous pardonnerons sa déstabilisation. Occupez-vous de la liberté d'expression et de la démocratie dans vos pays, je le redis. Et je le redis parce que tout le peuple le dit également. Je fais partie du Hirak, je fais partie du peuple algérien. Ana mwatina jazairiya wa ana ansar min anasir al-Hirak. Wa rani mish sha'b w fi sh-sha'b kol yom.
وش راني نهضر درك؟ احرار الجزائر عبر العالم كلهم رامي يهضروا فيه ويخموه. ان شاء الله الجزائر تقعد واقفة، ان شاء الله الجزائر والشعب تاعها الشريف الكريم يقعد واقف على بلاده، ان شاء الله تكون عندنا جمهورية ديمقراطية، وخاصة جمهورية عدالة، جمهورية تساوي اجتماعي، ان شاء الله يا رب. باسكو ربي واقف مع الحق، ربي ما يوقفش مع الخونة، ربي ما يوقفش مع اللي حابين يحرقوا هاد البلاد. هذه أرض مقدسة بدماء شهداء، شهداء ثورة التحرير الوطني، وشهداء الديمقراطية تاع العشرية السوداء من الشعب والجيش والشرطة. هذه أرض مقدسة ربي يوقف معاها إن شاء الله، ويوقف مع الأحرار اللي راهو مع الحق. احنا نوكلوا ربي على كل حب يفسدها، ونوكلوا ربي ويفضح كل حب يفسدها. ولا الشعب راهو غلط ربي يفضحه، ولا انتوما راكم غلطين ربي يفضحكم. احنا عندنا الامان في ربي، بس على بالنا وين رانا نمشيو اليوم. ما نطلقوكمش الجزائر هدية، بلادنا ونحبوها. تحبوا تقعدوا في الجزائر، اسمعوا لصوت الشعب وتمشوا معاه، اسمعوا لصوت الشعب اللي زعزع العالم بكل وتمشوا معاه. تعاملوا مع الشعب الجزائري الحر، وإن شاء الله يكون حل سليم وبسلامة للجزائر، للوطن، لينا وليكم، لولادكم ولولادنا إن شاء الله. تحيا الجيش الحر الشريف الجزائري اللي راهو من الشعب، واللي الشعب اللي راهو مكونه. ما تسمحوش الناس يهضروا هذا الكلام الفاحش على الرجالة نتاعنا، راكم رجالة، ما تخليوهمش، ما تخليوش ولاد بوتفليقة يحكموا البلاد وخاوتو، تخليوهمش، راكم من الشعب. يا شرطة كذلك، ويا درك وطني، انتوما راكم رجال من الشعب وعندكم عائلتكم، والأغلبية فيكم على بالنا باللي عائلتكم راهم في الميزيرية. منين جات هاد الميزيرية؟ فو بونسيك راحين تخرجوهم من الميزيرية كي تقبلوا بهذا النظام؟ اوقفوا مع الشعب الجزائري، اوقفوا مع اخوانكم الجزائريين، اوقفوا مع الشعب لأجل الأرض المقدسة، لأجل أمنها ومستقبلها. هذا المساج الأخر اللي عندي نمدو درك، الشرطة، الدرك، والجيش، أوقفوا مع شعبكم، أوقفوا مع أولادكم، مع خاوتكم، مع والديكم، مع جيرانكم اللي راهم البرة، من أجل الأرض المقدسة اللي سال فيها دم الشهداء. ما تخليوش أولاد وبنات الوطن يروحوا غلط، ما تخليوش الوطن هذا يروح غلط. والسلام عليكم.